الشيء اللي كنا كنتمناو يلعبوا به في المقابله في الشوط الاول ما داروش، واخا كانوا محاولات وحيدوا لنا بينالتي، ماشي داك الشيء اللي كنا كنتوقعوا. كنتمناو يماركيو جبيوش على الاقل باش ان شاء الله ندوزوا. الحكم ما كانش معانا، كان شويه منحاز ليهم بزاف، ولكن ان شاء الله نتمناو الربح يكون في الصوت الثاني. خش يلعبوا، ولكن الكره هذه ما عندنا ما نديروا لهم صافي، ان شاء الله يكون خير. يخرج كريستيانو يكون خير ان شاء الله. صراحه كان اداء جميل ديال المنتخب، راه بعض العراقيل اللي خدات ان سجلنا الهدف من طرف كريستيانو رونالدو، مي كنلاحظوا ان كان المنتخب قائم بالدور ديالو وقائم بالمجهود ديالو على اكمل وجه. وصراحه كنتمنى في الشوط الثاني ان تكون نتيجه مشرفه ان شاء الله، يتشرف بالمغاربه كامل يتشرف بالمنتخب المغربي. وشكرا. المنتخب لعب مزيان، ضغط على المنتخب البرتغالي، واخا البيت ديالو رونالدو ان شاء الله غتربحوا 3-1 ان شاء الله. صافا مزيان، خدموا هما لعبوا على الديفونس، وان شاء الله نتمناو في ليطاب الثاني شي بيت على الاقل غير نتعادلوا. حنا كنتفائلوا ان بي، نقولوا هما الاخرين تما اون بون ايكيب، مي حنايا ما نفقدوش الامال، وان شاء الله يكون شي حاجه زوينه، نفرحون ان شاء الله.